السلام عليكم. بعد مجهودات كبيره اللي كنا درناها في الفيسبوك باش نجمعوا مجموعه من الشباب باش اننا نجيو نتبرعوا بالدم ديالنا للناس محتاجين بزاف. شوفوا الرد اللي تلقاو حنايا، تندويو معاهم ودوينه معاهم ديما، قلنا انهم تيسالوا حتى الخمسة ونص، ولكن ملي تنجيو للمركز تلقاو انهم مع الثلاثة ونص مشاو في حالاتهم. وشنو هادشي غنديروا حنا؟ جمعنا مجموعه كبيره باش غنديروا الخير. كيف كتشوفوا دابا حنا في مركز الجهه ودي شي حقهم الدم، ديجا عيطنا قبل بلي غادي نجيو حنا واحد المجموعه ديال الشباب اننا غنتبرعوا الدم لواحد الناس اللي ديجا محتاجين لذاك الدم. وفاش عيطنا لواحد السيده قالت لنا جيو نهار السبت، حيت حنايا كنا نورمالمون كنا غنجيو نهار الاحد، ملي عيطنا صادفنا انهم ماشي يقراوش نهار الاحد، ماشي يخدموش نهار الاحد، وقلنا غنجيو نهار السبت ان شاء الله. وفاش دوينا معاها قالت لنا نهار السبت يمكن عندكم الحق انكم تجيو تبرعوا من 8 الصباح وما كيسدوا حتى 7 الله. وكيف ما كتشوفوا دابا جينا حنا مع 3 ونص وطلقنا العساس في الباب، ما بغاش يدخلنا حتى واحد، ما بغى يهضر معنا، تنقول عطينا غير شي ريسبونسابل ندويو معاه، ما كاينش اللي تيبغي يدوي معاه. داكشي علاش دابا حنا باقيين واقفين هنا باش نشوفوا شي واحد يدوي معنا، ما كاينش. يعني فما كنوقفوش يوقف لك العساس في الباب تيقول لك لا احنا عندنا الحق اننا ما نخليوكش تدخل نتايا، وهادي تنقول احنا عندكم نتوما في لافيش انكم كتسدوا حتى لسبعة الله، تيقول لك لا لازم تيخرج مع جوج ونص مع 12 ونص. داكشي علاش ما فهمناش حنا وباقيين واقفين دابا، باقي ما يدوي معنا والو. السلام عليكم. حنا واحد المجموعه ديال الشباب دايرين واحد جمعيه بيناتنا كاصدقاء وهذا، وجينا درنا واحد النهار كنا بغينا نتبرعوا بالدم، عيطنا المركز قبل بواحد 3 ايام بحال هكا، قالوا لنا جيو، قلنا لهم راه غنجيو نهار السبت، قلنا لهم غنجيو نهار السبت ان شاء الله مع 3 ونص. حضرنا مع 3 ونص بقينا كنتسناو تجمع الناس، ملي جينا ما خلاوناش ندخلوا، بغينا ندخلوا قال لك لا سالينا. وكما مكتوب هنا في واحد اللافته كاينه تما قال لك ما كنسدو نهار السبت حتى السبعة لاروب، يعني من 8 الصباح حتى السبعة لاروب. ومني جينا دابا ما خلاوناش ندخلوا، خرج لينا العساس ديال السونتر وقال لنا ما دخلوا الساله وما كاينش اللي غيقابلكم، ما كاينش اللي غيدير، ما كاين حتى واحد. قلنا له عطينا شي مسؤول ندوي معاه، قال لك لا حتى واحد، ما غادي نعيطوا لك حتى واحد مسؤول واش انا نجيب لك من دارهم ونعيط ليه. شويه بدا كيهددنا كيقول لنا نعيط لكم البوليس، وهذا ما كان صوت دري الشباب. كاينين غير احنا، كاينين مازال ناس اخرين لداخل حتى هما كيتسناو، كاين اللي قاعد كيغجوا ما دارو معاهم والو. Thank you.